من بوابة الأهرام نروح مع حضراتكم لبوابة الوطن بعد فوزها بنوبل للسلام بدر أبرز الوجوه المصرية في الغذاء العالمي. فاز برنامج الغذاء العالمي بجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهود تلك المنظمة في مكافحة الجوع في مناطق متفرقة من العالم، وخصوصا في إفريقيا والعديد من المناطق التي تشهد الصراعات السياسية. يعتبر محمد بدر محافظ الأقصر السابق المستشار السياسي الأول للشؤون الإفريقية، منسق شؤون السلام والأمن مع مفوضية مجلس الأمن الإفريقي، واحد من أبرز الوجوه المصرية العاملة في برنامج الغذاء العالمي. نجح محمد بدر قبل عمله في البرنامج في النهوض بالبنية التحتية لمحافظة الأقصر، واختيرت محافظة الأقصر في عهده عاصمة للسياحة العالمية، كما انضمت محافظة الأقصر لمبادرة 100 مدينة مرنة على مستوى العالم للعمل على قيادة الحلول المبتكرة في مواجهة الأزمات التي تتعرض لها المدن. يعني هننتقل طبعا، كلها اخبار جميله، ولكن محمد انت تابعت اللي حصل مؤخرا في لبنان. صحيح. وما زلنا يعني بكامل او بخالص الدعاء بنتمنى هذه القطعه الجميله من الوطن العربي. صحيح. انها يعود اليها السلام والامان ان شاء الله، لانهم حقيقي شعب يستحق كل الخير. صحيح. وان شاء الله مهما كانت الازمه دي شديده هتعدي زي ما عدت قبلها ازمات كتيره جدا في لبنان. خلينا ناكد على حضرتكم يمكن الخبر الاخير كان ان في صدى البلد، بوابه صدى البلد، ان ايران بتلتهم الشام حرائق ضخمه في سوريا ولبنان واسرائيل. اشتعلت النيران في مناطق عديده في لبنان وسوريا واسرائيل مخلفه اضرارا في مساحات واسعه النطاق وسط صعوبات كبيره تعرقل جهود اخماد الحرائق بحسب قناه سي ان ان الامريكيه. وقالت مديره الدفاع المدني في وزاره الداخليه اللبنانيه ان عناصرها عملوا منذ ليل الخميس على اخماد النيران في مساحات شاسعه من الاحراج في العديد من المناطق اللبنانيه بحسب بيانات او بيان نشرته وكاله الانباء الوطنيه رسمية. في حين قالت وكالة أنباء السورية الرسمية سانا أن حرائق شبت في مناطق عدة في ريف محافظة طرطوس الساحلية، موضحة أن أضرارا كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية والبيوت البلاستيكية رغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري. طبعا بنتمنى السلامة لسوريا ولبنان طبعا من هذه الحرائق، ولكن مؤخرا صبح أنا سمع هذا الخبر في فكرة انفجار حريق في انفجار آخر تم في مبنى، وحتى الآن الأنباء يعني غير مؤكدة على ما حدث، ولكن ممكن نعرف مزيد من التفاصيل عما يحدث في لبنان بشكل عام. معنا عبر سكايب الكاتب الصحفي الأستاذ شادي نشابة، أهلا بحضرتك معنا، صباح الخير. صباح الخير لك وكافة مشاهدين الكرام. عايزين نطمئن على ما يحدث الآن في لبنان، خاصة أن كان في حرائق في مساحات واسعة وأيضا كان في انفجار يعني عما قريب حدث ووقع، فحدثنا المزيد من التفاصيل، عايزين نطمئن طبعا. للأسف في كل عام في مثل هذا الوقت تجري حرائق كبيرة في الغابات اللبنانية، وذلك بسبب إهمال الوزارات المختصة في موضوع الوقاية من هذه الحرائق، لأن في مثل هذا الوقت من العام تكون الأعشاب يابسة ويكون هناك تحول في الطقس ويصبح هناك بعض الهواء الساخن. ففي كل عام في تشرين الأول تجري هذه الحرائق، ولكن في العامين المقبلين يعني في العام الماضي والعام الحالي جرت الحرائق بشكل أوسع وأوسع، وهناك استراتيجية في لبنان منذ عام 2009 للحد من الحرائق، ولكن للأسف حتى اليوم هذه الاستراتيجية لم تطبق. ولكن طوافات الجيش اللبناني ومراكز الدفاع المدني تعمل على ضبط هذه الحرائق وأصبحت محدودة في بقع جغرافية محددة الحمد لله. ولكن للأسف بالأمس بسبب أزمة النفط في لبنان، يعني الفيول والمازوت، بسبب عدم تمكن مصرف لبنان من دفع اعتمادات للشركات المستوردة، يعمل المواطن اللبناني على تخزين هذه المادة في الأبنية بسبب لتشغيل المطارات الاشتراك، لأنه في لبنان لا يوجد كهرباء طوال الوقت. جرى انفجار بالأمس في منطقة طريق جديدة في منطقة بيروت، وذلك الانفجار حتى الآن المعطيات تتحدث أن هناك انفجار جرى في فرن في تلك المنطقة، حريق في الفرن، وأدى إلى الوصول هذا الحريق إلى مخزن لمادة المازوت، حتى الآن هناك 3 شهداء وأكثر من 50 جريح للأسف. تعزينا ليهم استاذ شادي طبعا ولاهليهم وكل اهلنا في لبنان. استاذ شادي، يعني لبنان للاسف الشديد الفتره الماضيه يقع تحت سياسيه صعوبات وتحديات اقتصاديه
يعاني منها الشارع اللبناني، تجاذبات في السياسة، الانفجار الضخم في مرفأ بيروت وهذه الحرائق. سؤالي لك، إلى أي مدى الدولة بأجهزتها المختلفة وبهيئاتها المختلفة قادرة على التعامل مع مثل هذا المتغير الجديد والحرائق في ظل هذه التحديات التي تمر بها لبنان؟ للأسف الدولة اللبنانية لم تعمل على تجهيز بنيتها التحتية لمواجهة أي مصاعب أو انفجارات أو حرائق أو ما شابه تلك الأمور. فعلى سبيل المثال يوجد في لبنان 3 طوافات لإطفاء الحرائق، ولكن للأسف لم تعمل الدولة اللبنانية على صيانة هذه الطوافات، وهذه الطوافات الآن لا تعمل على إطفاء هذه الحرائق. هذا مثل بسيط عن الواقع في لبنان. فبالتالي أي مشكلة تصبح في لبنان إن كانت طبيعية أو غير طبيعية يجري لا يتم التعامل معها بالطريقة السريعة التي ممكن التعامل معها للحد من هذه الكارثة، وذلك شاهدناه في انفجار مرفأ بيروت، الآن في الحرائق، وفي أي مشكلة ممكن أن تحدث في لبنان، لأنه للأسف الوزارات التي تعمل في لبنان على من خلال 3 عقود حتى اليوم لا تعمل من ضمن استراتيجية مستقبلية وعمل تكاملي ما بين الوزراء المتعاقبين. كل وزير يأتي ويضع أولويات له وليس أولويات للوزارة، وبالتالي يضحد الخطة اللي سلفه الوزير الذي كان في قبله. فبالتالي للأسف هذا هو الواقع في لبنان، ولبنان بحاجة إلى ديناميكية سياسية جديدة ووضع خطط ورؤية على كافة الصعد وليس فقط على صعيد الحرائق، إنما على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي وغيرها من المواضيع، والاقتصاد والصناعي والزراعي وغيرها من المواضيع. فبالتالي لبنان إن لم يعمل على ذلك فلبنان سوف يذهب من كارثة إلى كارثة أخرى. أما على الصعيد السياسي اليوم جميعنا يعلم أن هناك حكومة مستقيلة. في الأسبوع المقبل هناك استشارات نيابية في 15 من تشرين الأول. الأسبوع المقبل أسبوع مهم للبنان، في 14 من تشرين الأول نهار الأربعاء سوف يكون هناك مفاوضات بخصوص الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهناك في 15 تشرين سيكون هناك استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، وفي 17 تشرين الذكرى السنوية لإطلاق الثورة اللبنانية. فأسبوع المقبل في لبنان هو أسبوع حافل وأسبوع أساسي. هل لبنان سوف يذهب إلى الفراغ السياسي ولا يتم تكليف رئيس حكومة جديد، أو هل سوف يتم تكليف رئيس حكومة من لون واحد؟ فبالتالي ذلك سوف يحدد مصير السياسي للبنان، خصوصا أن الاحتياطي لمصرف لبنان لدعم المواد الأساسية مثل مادة الفيول والأدوية والقمح لا يكفي إلا حتى آخر هذا العام. فلا يمكن أن لا يتم أن يستمر لبنان في الفراغ السياسي ولا يعمل على تطبيق الإصلاحات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبدء بدعم لبنان، خصوصا أن فرنسا في الشهر المقبل في تشرين الثاني هناك مؤتمر لدعم الدولي والإقليمي للبنان، ولكن ذلك لن يتم تطبيقه إلا في حال تشكيل حكومة ترضي المجتمع العربي والمجتمع الدولي. نعم، يعني كل أمنيتنا بالاستقرار والأمان للبنان، وإن شاء الله يعني السياسيون في لبنان يكونون على قدر المسؤولية بهذا البلد العظيم في الاتفاق على يعني حكومة جديدة تلبي طلبات الشعب اللبناني. بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، الكاتب الصحفي شادي نشابة كنت معنا عبر سكايب من لبنان، شكرا جزيلا لك. سؤال